حياكم الله متابعينا في كل مكان على شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. مرحبا بكم، وهذه الحلقة الخاصة بعد إعلان نتائج مسابقة عكاظ الطف الدولية الأولى إن شاء الله، بعد جهود ابتدأت من أيامي أو من قبل محرم الحرام واستمرت إلى أيام ربيع. كانت قناة الإمام الحسين واللجنة التحضيرية لمسابقة عكاظ الطف خلية حسينية دؤوبة العمل، تواصلت مع عدد كبير من الشعراء من خارج العراق ومن داخل العراق للشعر الفصيح والشعبي مثل ما عرفتم. تميزت مسابقة عكاظ الطف بأنها أول مسابقة دولية جمعت ما بين الشعر الشعبي اللهجة المحكي والشعر العربي الفصيح دوليا في العراق في القضية الحسينية. كذلك تميزت أنها فصلت ما بين جائزة الشعراء وجائزة الشاعرات أو الشواعر، وأيضا تميزت بأنه جمعت ما بين اللجنتين، وميزة مهمة تزامنت مع الظرف كما تعلمون، وهو نتواصلنا أو تواصل الشعراء مع اللجنة التحضيرية أولا ومع لجنة التحكيم من خلال الصوت لا من خلال الحضور. وبعد أن وصلت القصائد وتم اختيار أفضل 50 قصيدة من القصائد الواصلة، وتم التنسيق مع لجنة التحكيم الممثلة بالدكتور رحمن غرقان والدكتور صباح التميمي والأستاذ الشاعر واثق العساوي ومحدثكم الشاعر أحمد ماضي، وكان التقديم للشاعر محمد العاجبي. تم تسجيل الحلقات 10 حلقات، من خلالها تعرفنا على تقييم لجان التحكيم للقصائد، وحلقتين أعلن فيهما الفائزين بالفصيح والفائزين بالشعبي. كان بالفصيح فائز وفائزة، وبالشعبي كذلك فائز وفائزة. في الوقت الذي نشكر قناة الإمام الحسين عليه السلام على هذه الالتفاتة وهذه الرعاية وهذا الدعم للقلم الحسيني الإبداعي الولائي حتما، كذلك لا يفوتنا أن نقدم كلمة شكر وتقدير وامتنان إلى مؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية اللي شاطرتنا التعاون بأن قدمت هدية وجائزة إلى الفائزين، وكذلك نقدم كلمة شكر وتقدير وامتنان إلى مكتب المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، حيث شارك المكتب أيضا بتقديم جائزة ثالثة للفائزين الأربعة، 2 من الفصيح و2 من الشعب. بالوقت اللي نقدم به كلمة شكر إلى لجنة التحكيم وإلى مقدم المسابقة باسمي وباسم المقدم وباسم أعضاء لجنة التحكيم، نقدم كلمة شكر وتقدير لكادر برنامج مسابقة عكاظ الطف الدولية، الإخراج، التصوير، الإنارة، الصوت، الخدمات، الكل كانوا خلية نحل إبداعية، كانوا في غاية الجمال، حسن الضيافة لا يوصف، حسن الاستقبال رائع، وجهود مثمرة لاحظها الجميع من خلال تصوير الحلقات. اليوم تواصلنا مع الفائزين الأربعة ووصلتنا من عندهم كلمات تعبر عن امتنانهم وفرحتهم بالفوز. نتعرف على أول تسجيل صوتي إجانا، وأظن من الشاعرة فاطمة السحمراني من لبنان الفائزة عن فئة الشعر الفصيح للشواعر، نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية بحب أتوجه بشكر كبير لجميع الشعراء الذين شاركوا وساهموا في إحياء أقلامهم عبر ذكر مصباح الهدى وسفينة النجاة أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
ثانيا أتوجه بشكر كبير وبالتقدير للجهود المبذولة من قبل لجنة التحكيم الموقرة بأشخاصها الدكتور رحمان غرقان والدكتور صباح التميمي والأستاذ الشاعر واثق العيساوي، الأستاذ الشاعر أحمد ماضي، والأستاذ الشاعر والمقدم محمد الأعاجيبي. بالمرتبة الثالثة بحب أقدم شكر كتير كبير للجهات التي بذلت وقدمت الجوائز في سبيل إحياء شعائر أهل البيت وفي سبيل إعلاء كلمة الإمام الحسين وإعلان إعلاء القضية الحسينية شعرا للمؤسسات اللي قدمت الجوائز اللي هي مكتب آية الله العظمى صادق الشيرازي، مؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية، وقناة الإمام الحسين عليه السلام. الشكر الكبير لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، لا سيما الكادر الموجود في قناة الإمام الحسين عليه السلام. بالنسبة لي اليوم عم بحكي لأعرب أو لبين عن سعادتي وعن فرحتي الكبيرة بأنه الإمام الحسين عليه السلام تقبل مني هذه القصيدة، وأقول أنا لا أزال على هذا الطريق أنتظر أن تتم فرحتي ويتم مني القبول الثاني، يعني الجزء الثاني من القبول اللي هو مش قصيدة سفيري إلى الحسين، إنما هو سفيري إلى الحسين الذي هو ولدي الذي أقدمه بين يدي أبي عبد الله وعلى طريق أبي عبد الله الحسين عليه السلام. الواضح من قصيدتي أنه أنا كتبت هذه القصيدة وكنت أنظر إلى العراق، إلى العراق، إلى بلادي أبي عبد الله، إلى كربلاء الحسين، وكانت العراق في شدة، في ضيق، وكان عندنا هم كبير انه لا سمح الله يد التكفير تصل الى مقام سيد الشهداء روحي له الفداء. فكتبت هذه الكلمات وهذه القصيدة بروح حسينية وبروح الأم اللبنانية المقاومة التي تربي أبنائها على القضية الحسينية وعلى نهج الجهاد والشهادة. نعم، هذه الكلمات لم تنظم كلاما، إنما هي يعني فعلا، يعني حتى بيوم العمل أنا أقوم بالتربية والتنشئة بهدف أن أوصل هذه الرسالة أو أصل لهذه الغاية وأصل لهذا الهدف. أنا اليوم أشكر شكر كبير لكم هذه الجهود المباركة، بحيث أنه أنا لما وقفت قدام هيدي القصيدة وكنت أنظر شو ممكن أنا أقدم لعكاظ الطف، أنا لم أكتب جديد، إنما اخترت قصيدتي هذه وهي سفيري إلى الحسين حتى تكون سفيري إليكم أيضا وتقع بين أيديكم المباركة، ثم تبصر النور من جديد على هذه الأيدي وفي هذه المسابقة المقدسة. أريد أن أختم بأبيات كانت هي عندي إياها مثل هاجس. أنا كل عام يعني كنت أحاول أن أكون في أسراب المشاية الذين يهاجرون إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هاي السنة كان عندي عارض، هيك أصبت في قدمي وكان عندي هاجس إنه ما أوصل وما أقدر أمشي، وكتبت سئمت الوجع وسئمت من لقعود وأجري مصابي، حطت لحلمي حدود وحياة الطعم من زيارتك بال40، مقصر جري بطريقك يا حسين، بزحف عراسي وعلى عيون وعلى خدود، بزحف عراسي وعلى عيون وعلى خدود، زحفا على الرأس لا على القدمين يا أبا عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف تحية للشاعرة المبدعة فاطمة السحمراني،
شكرا على هذه المشاعر الحسينية الجياشة الرائعة والكبيرة، وإن شاء الله كل أمنياتكم الحسينية محققة، كل هذا القرب الروحي الولائي إن شاء الله حقيقي وقريب، وإن شاء الله قريبا تكونون تحت قبة المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. القصيدة مثل ما أشاروا إلها المحكمين كانت قصيدة بموضوعة جديدة والتفاتة شعرية بكر إن صح التعبير، نالت إعجاب واستحسان لجنة التحكيم وكان إلى حضور، ومثل ما أشاروا الدكاترة في وقتها أنه عدد القصائد التي تقاربت فيما بينها بدرجة التقييم كانت كثيرة، كلها في مصب خدمة الحسين، وحتما الجميع فائزين يعني بخدمة الحسين وبالكتابة للحسين، وهذه نعمة نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم. كل التحية إلى لبنان الحبيبة شعراء وشاعرات، وكل التحية لكل المشاركين من لبنان ومن جميع الدول اللي شاركت بمسابقة عكاظ الطف الدولية. نبارك للشاعرة الأستاذة فاطمة السحمراني، وإن شاء الله تكون محطة، وحتما هي محطة مهمة في حياتها الشعرية، وتكون أرض جديدة لانطلاق أوسع وتألق أكبر. ننتقل أنا وياكم والأخوة بالكنترول إلى تسجيل صوتي آخر، وأظن من الشاعر الفائز عن الشعر الشعبي من الشعراء ومن إيران من المحمرة الشاعر أحمد العبيداوي، خلينا نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي وسلامي من الأهواج إلى بلدي الثاني العراق. أتشكر من قناة الإمام الحسين عليه السلام على هذه المسابقة الرائعة والجميلة، وأيضا أقدم شكري إلى لجنة التحكيم الأساتذة الأستاذ أحمد ماضي والأستاذ واثق العيساوي والدكتور صباح التميمي ودكتور رحمن على تقييمهم للقصيدة، وشكر خاص لمقدم البرنامج الشاعر محمد الأعاجيبي. بالواقع اعتبر هذه المسابقة هي خطوة جدا مهمة بحياتي، وهدفي الثاني هو زيارة الإمام الحسين عليه السلام بالغريب العاجل. وأحب أبارك لكل الفائزين والمشاركين، والحقيقة لكل فائز عند الحسين عليه السلام، وأشكر الجهات المقدمة للجوائز، مكتب المرجعية السيد صادق الشيرازي ومؤسسة مصباح الحسين عليه السلام وقناة الإمام الحسين عليه السلام. وبما أنه استوديو قناة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، أحب من خلال القناة أسلم وبالواقع أتشكر من سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام على هذه الهدية العظيمة، وأقول لمولاي مثل ما نجحتني بهاي المسابقة اجعلني من زوارك ومن خدامك الدائمين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى أخيك أبا الفضل العباس عليه السلام. وأيضا أقدم شكري إلى كل أهلي وأحبائي بالأهواج بصورة عامة والمحمرة بصورة خاصة، ومرة أخرى أتشكر من قناة الإمام الحسين عليه السلام، وأتشكر من لجنة التحكيم الموقرة. تقبلوا تحياتي وشكرا لكم. كل التحية لك يا حبيبي يا أحمد، ومبارك عليك هذا الفوز، وإن شاء الله دائما ناجح في خدمة الإمام الحسين، والله يديم عليك هذه النعمة. وبالفعل مثل ما أشرت، استوديو قناة الإمام الحسين عليه السلام هي ما بين الحرمين، بين قبتي أبي الفضل العباس وأبي عبد الله الحسين سلام الله عليهما. وحتما صوتك يصل مهما كنت بعيدا، فصوت القلب يصل إلى أذن القبة إن صح التعبير. هذا التعلق وهذا الولاء اللي لمسناه بالقصيدة، حتما كانت قصيدة بها تقريبا أقدر أقول أنه بها مادة جديدة، فكرة غير مستهلكة، نجحت في ترجمتها،
بقلمك الحسيني ولغتك الشعبية، قاموسك الأهوازي الجميل، وهجنتها بمفردات لم تخدش الأذن بل كانت بجمالية وحضور مميز. وبكل صدق، ويشاطرني حتما الأستاذ واثق العيساوي والأخوة دكتور رحمن ودكتور صباح، أنه كان هنالك أكثر من قصيدة في القصائد المشاركة بالشعر الشعبي للشعراء بدرجة واحدة، أحدد بدرجة واحدة، ولكن راجعنا ذاكرتنا وبدأنا يعني نشذب القرارات ونشذب تقويمنا ونصل إلى قرار بحيث الفوارق كانت جدا بسيطة لدينا كلجنة التحكيم، لكن حتما عند الحسين سلام الله عليه المقاييس تختلف والمراتب تختلف. ونسأل الله لنا ولكم اللي بلجنة التحكيم والتقديم والكادر وبالرعاية والكل، كل احنا في خدمة الإمام الحسين، هدفنا أن نخدم الإمام الحسين، أن نحيي ذكر الإمام الحسين، أن نحيي ونعلي كلمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن شاء الله يا أحمد العبيداوي قريبا تكون في كربلاء وتتحقق أمنيتك الثانية، مثل ما حققت أمنيتك بالفوز، إن شاء الله أمنيتك الثانية قريبا تكون في كربلاء وتنعم وترفل بنعمة زيارة المولى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أحبائي متابعينا في كل مكان، أنا وأنتم ننتقل إلى فاصل لنشاهد المبدع مخرج مسابقة عكاظ الطف الأستاذ أمير غفوري إلى أين ينقلنا.
مرحبا بكم من جديد أحبائي متابعينا في كل مكان، حياكم الله. وهذه الحلقة الخاصة بعد إعلان نتائج مسابقة عكاظ الطف الدولية الأولى إن شاء الله. كل التحية والتقدير والمحبة والامتنان للرائع المبدع المخرج أمير غفوري على عطاء أو تواصله، تحية من خلاله إلى الكادر بكل مسمياتهم وعناوينهم، كذلك كل التحية لكادر هذه الحلقة الحبيب اللي دائما يرافقني والمبدع سجاد الباوي والمصور أموري، تحياتنا إلى كل التقدير إن شاء الله. مثل ما شاهدنا هاي لقطات من الكواليس، طبعا هنالك كواليس كثيرة، أكو كواليس يا أبو عباس إن شاء الله تبقى طي الكتمان. حقيقة كانت أيام جميلة، كانت لحظات طيبة، تواصل وود ومحبة وإبداع وجماليات الشعر وجماليات النقد وجماليات هذه المسابقة الدولية، هذا المزيج اللي شعرنا به أنه مشاركين من دول عربية ومن دول أجنبية ومن العراق ومن الشعر الفصيح والشعبي والشعراء والشاعرات، كل هذا الهجين ولد حالة من الجمال لدى الجميع، لمسناها من خلال بث الحلقات، من خلال تواصل، من خلال آراء المتابعين اللي اجتنا على صفحات التواصل الاجتماعي، إن كانت الخاصة أو إن كانت العامة لقناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. نأخذ التسجيل الصوتي الثالث من الشاعرة علا أدور الديواني الفائزة عن فئة الشعر الشعبي من الشواعر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بداية أنا جدا فرحانة بتأهل قصيدتي، وهذا الشيء فخر ودافع كبير إلي لمواصلة مسيرتي الشعرية القادمة إن شاء الله، وفخر إلي أن أمثل مدينتي وبلدي وأثبت بأن القصيدة الشعبية النسوية ما زالت موجودة وما زال الشعر النسوي بخير. وأبارك جهود الأساتذة اللجنة، الأستاذ أحمد ماضي والأستاذ واثق العيساوي والدكتور رحمن غرقان والدكتور صباح التميم وكذلك الأستاذ محمد الأعاجيبي، وأوجه شكري لهم. وكذلك لا أنسى أبارك نفسي وعلى زملاء الفائزين بمسابقة عكاظ الطف الدولية، وهذه المسابقة من المسابقات المميزة والأولى من نوعها اللي جمعت بين الشعر الشعبي والفصيح، وكذلك أعطت فرصة للعنصر النسوي. أنا حقيقة أعتبر إنصاف كبير والتفاتة مهمة للقصيدة النسوية باعتبار وضعت آلية لتأهل القصيدة النسوية بالمركز الأخير أسوة بقصيدة الرجل، وكذلك أعطت فرصة لكثير من الشاعرات حق المشاركة باعتبار جعلت المشاركات صوتية. وطبعا قصيدتي ثقيل وداحكم اللي شاركت بيها بالمسابقة ما أخفيكم هي من القصائد القريبة إلي جدا، وكان موضوع القصيدة بحق مولاة السيدة زينب عليه السلام، لكن ما كنت مخططة بأن تكون القصيدة المشاركة بمسابقة، لكن الحمد لله والشكر التوفيق من الله وأهل البيت، كانت هذه القصيدة لها وقع بحياتي أكثر من السابق وساهمت بمرحلة مهمة بحياتي، وأسأل الله أن يكون لها وقع أيضا بحياتي الآخرة. ولا أطيل عليكم، لا أنسى أن أكرر شكري للجنة وإلى قناة الإمام الحسين عليه السلام وإلى الجهات اللي راعية أو مقدمة للجوائز، مكتب المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي دام ظله، ومؤسسة مصباح الحسين للأغاثة والتنمية، وكذلك قناة الإمام الحسين الفضائية. وأحب أوجه شكري وأهدي فوزي إلى والدي ووالدتي اللي لولاهم ما قدمت كل شيء وما وصلت اللي أنا وصلته، والحمد لله والشكر. أكرر شكري إلى حضراتكم، اللجنة الكريمة، قناة الإمام الحسين، إلى كل من ساهم وكل من ساهم بهذه المسابقة. كل التحية يا علا، مبارك هذا الفوز، وإن شاء الله محطة، وحتما هي محطة مهمة بحياتكم الشعرية، وإن شاء الله المقبل والقادم أفضل وأبهر وأهم
أكثر نجاحاً وتألقاً. هذه الروحية عندما نجد قلم أنثوي شاب يكتب قصيدة حسينية ولائية بهذا المستوى تنال إعجاب لجنة التحكيم وتنال درجة الفوز، هذا شيء يدخل السرور علينا، خصوصا أنه اليوم القلم الشعري النسائي العراقي والحسيني بالذات ما أقدر أقول أنه ما موجود، ولكن لم يصل بعد. ربما مثل هكذا مسابقات تحقق فرصة واسعة ومهمة للأقلام الشعرية النسائية أن يصل شعرها وتصل كلمتها الولائية من خلال هكذا مسابقات تحترم القلم الأنثوي وتنطيه حقه، خصوصا لما اللجنة فصلت ما بين الجائزتين مثل ما أشرنا. ومن الجميل أنه ترافق التسجيل الصوتي هاي اللقطات اللي من ما بين الحرمين، الكل حتما لديهم الشغف، خصوصا اللي خارج العراق، شعرنا هذا من خلال بصماتهم وتسجيلاتهم الصوتية، فشيء جميل أنه صوتهم ما بين الحرمين ومع هذه الأجواء الولائية. كان المفروض أن يكون لدينا تسجيل صوتي رابع من الفائز بالشعر الفصيح عن الشعراء، وهو الأستاذ الشاعر حيدر أحمد عبد الصاحب من العراق من ذي قار، ولكن كان للقدر رأي آخر، فوفاة والده الأستاذ الشاعر أحمد عبد الصاحب حالت دون ذلك. رحم الله الشاعر الأستاذ أحمد عبد الصاحب برحمته الواسعة، وأسكنه فسيح جناته، ومن على أهله وذويه وصحبه ومحبيه بالصبر والسلوان. لروحه الطيبة الطاهرة الحسينية الولائية منا كل العزاء وكل الدعاء وما بين الحرمين وفي هذه الأيام المباركة. كان بودنا أنه يكون ويانا الأستاذ حيدر أحمد، وحتما يكون له رأي، وحتما فرحته كبيرة، ولكن فقدان أستاذه وأبوه وأستاذنا أيضا الشاعر أحمد عبد الصاحب، باسمي وباسم القائمين جميعا على مسابقة عكاظ الطف الدولية من كادر التصوير ولجنة التحكيم والتقديم، وباسم مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية بقنواتها الستة وقناة العربية، نقدم أحر التعازي إلى شعراء العراق أولا وإلى عائلة الفقيد ثانيا برحيل الشاعر الأستاذ أحمد عبد الصاحب. سأل الله المولى العلي القدير أن تكون آخر الأحزان عليهم وعلينا. قبل الختام، مما أثار اهتمام لجنة التحكيم في المشاركات التي وصلت أو التي رفعت إلى لجنة التحكيم، كانت هنالك مشاركة من الشاعر اللبناني الكبير جوزيف عون من الديانة المسيحية، نالت اهتمام وتميز للمشاركة، لكن ذلك لم يؤثر على تقييم القصائد، وهذا ما دعا قناة الإمام الحسين أو إدارة قناة الإمام الحسين بالتحديد أن تخصص وتعلن عن منح الشاعر المسيحي الكبير الأستاذ جوزيف عون من لبنان جائزة عكاظ الطف الفخرية، احتراما وتقديرا لعمره الشعري ومشاركاته المستمرة في إحياء ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، متمنين له دوام التوفيق ودوام هذه النعمة الطيبة المباركة. عكربلا يا ريح وديني، جاهد واستشهد في داديني، ولو كان من صحبي معي 70 يا جيوش بالالاف لاقيني،
جدي رسول الله صان الدين، وبرسالته بيي موصيني، بطشي بشارب خمر ما بيلين، دم انتصر عالسيف هنيني. وليلى تناجي خالق التكوين، مثل ما رجعت عالهيني يوسف لبيه الغاب عنه سنين، رجع علي ابني يواسيني. وقاسم ومسلم يصرخوا يمعينوا بالفضل، قلوا يا معديني سلم، وصار من اليزيديين مع كل ضرب يزد الزيني. لكن علي الأكبر بيسأل مين يداوي جرح خيي ويداويني، وطفل الرضيع بكربلا مسكين يا حرملة ما قال بدي سهام، عطشان عم بيقلك سقيني. ولو كان يا نهر الفرات المي إلها عيون، لليوم كانت ميتك حمرا من الجبهة السمرا. ولو كان في عندك قلب يخفق قهر طول الدهر، كان واسى قلبنا المحزون. الله اختارك عاش هادي مقدسي، شاهد جريح تكون. وتنوح زينب آخ يا خيي، قولك يا خيي حقك علي، شجعتك باسم الشرف والدين تطلع عصهوات الفروسي. مش عارفي هالناس غدارين، ومعظم رسايلهن مزاجي، بأم المصايب يا عزم متلين، صدمة كبيرة أثرت فيي بخيام بالنيران والعنين ونسوان بالويلات مسبيي، ورضيع صاب وسهام جزارين ما حن قلب عالطفولية، وتصرخ رقية مين حلل مين حتى عصدرك موت يا بيي. ويا ريت يا خيي المعاويين الخانوا النبوة وزغزغوا النية، وعكربلا مع كفرهن جايين، لا راس خلولي ولا ايدين، ولا شوف راسك بين ايديي. في الختام أكرر امتناني وتقديري إلى لجنة التحكيم وإلى الحبيب محمد العاجيبي في التقديم وإلى كادر برنامج عكاظ الطف، كذلك أكرر امتناني وتقديري إلى قناة الإمام الحسين ومؤسسة مصباح الحسين عليه السلام للإغاثة والتنمية ومكتب المرجع الديني الكبير سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، على هذا التعاون الحسيني المثمر الذي جنينا ثماره مع 12 حلقة. استودعكم الله على أمل أن نلتقيكم قريبا في عكاظ حسيني جديد. في أمان الله.